القسام تضرب من جديد وتلعب على أوتار الحرب النفسية وتأليب الداخل الإسرائيلي على نتنياهو، والمرة دي على لسان واحد من قناصيها، وهو بيستهدف أحد الجنود بسلاح القنص الشهير الغول في منطقة الصناعة بحي تل الهوى. رسالة وجهها للداخل الإسرائيلي بأن أولادهم هنا بيشوفوا كل أشكال الموت، وفي الوقت اللي يعير ابن نتنياهو بيستمتع بحياته عادي جدا. تعالوا نشوف الفيديو المثير للجدل اللي بثته القسام. أرحب عن يعير ابن نتنياهو، منذ مدة أضع ضوطة في رأسه تفجر ترجمته، لكن البحث يبدو دون جدوى. بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم، وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم، إذا فهم يستحقونها. ازاي تفاعلتم مع الخبر ده على السوشيال ميديا؟ خلونا نشوف بعض من التعليقات اللي كانت موجودة. هنبدأ مع أول تعليق من محمد. محمد اقتبس من أغنية شيرين وعلق على وقال بيلعب على الوتر الحساس طبعا وبيضحك. كمان كان في عامر برضو قال على إكس بيستفز أهالي الجنود بعد ما استفزوا أهالي الأسرة. أما تعليق كان من جلال قال فيه نتنياهو أرسل ابنه إلى أمريكا ليتمتع ويدفع بالأغبياء إلى حرب غزة.